عالم الكبار، عالم السيارات بالمناسبة. باقي الخوت في الجزائر غتفرحوا، اصبروا. عالم السيارات هذا وزير الصناعة في الجزائر. شوفوا معايا هذا الأخ، هذا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الجزائر، اسمه السي علي شد الصناعة وسد الإنتاج الصناعي. المهم هذا السيد هذا اليوم مشى لواحد اللوزين ديال الطوموبيلات، وغنباركوا ليه بالمناسبة، لأنه الجزائر اليوم دخلت عالم صناعة السيارات، غيوليو يصنعوا 4 ديال السيارات في الساعة، وهذا راه إنجاز كبير. هذا إنجاز كبير بزاف، باش الجزائر من سيارة الفيات 500 يصنعوا 4 في الساعة، فراه إنجاز كبير جدا. ومن الدوبلو غيصنعوا 13 سيارة في الساعة. 4 ديال الفيات 500 في الساعة و13 دوبلو في الساعة، وغنقولوا للجزائر هنيئا امبروك. دونك خيبان لكم لابس لا شغلوط هنايا، راه يخرج من شي كان كيدير التحاليل وخرج مشى للوزين، ما ديوش على هادشي اللي لابس، غتشوفوا شنو قلت لكم انا. مشيو هادشي. الو غادي الخبار ديال الجزائر، الخبار ديال المروك، غادي نديروا ان شاء الله كاس العالم والضوطافي. الجزائر غتهبط عليكم الديجونكتور وغديروا ان شاء الله، غتنظموا كاس العالم العام الجاي بالضوء طافي بلا تريسيتي. هذا اليوم هذا انفانتينو قال لكم ديما مغرب مبروك عليكم. ها هو اعطانا التاريخ ديال كاس العالم السنه المقبله، ديال كاس العالم لكره القدم النسائيه اقل من 17 سنه. اول مره في التاريخ غيشارك 24 منتخب، واول مره في التاريخ كاس العالم في الظلام. اول مره في التاريخ كاس العالم بدون اناره. ها راني ندوز لكم عاوتاني، عقلوا معايا الموضوع. ها نتوما الجزائر اش فيها دابا؟ فيها الملاريا والديفتيريا. الرئيس الهلال الجزائري، الهلال الاحمر الجزائري، مع وزير الصحه الجزائري يتناقشون الخبر، تلاقوا في الطريق هكذا حرفيا. الخبر كما جبتو لكم كما هو، تلاقوا في الطريق ووقفوا يتناقشون في باحه الاستراحه في الخلا. فين هي باحه الاستراحه؟ الله اعلم. المهم قال لك توقف، تلاقى وزير الصحة مع رئيسة الهلال الجزائري، تلاقوا في الطريق في الشارع، هما مسافرين باش يتناقشوا الأوضاع ديال الديفتيريا والملاريا. هادي الحملاوي وهذا وزير الصحة. والله إلا كنهضر معكم من نيتي، تلاقوا في الطريق في الطريق في الطريق، هما مسافرين بجوج، وقفوا يتناقشون الأوضاع في الطريق المؤدية إلى عين قزام والتيميمون. هما بجوج، هاد الصورة من الطريق. والخبر السار اخواني الكرام بالنسبه للشعب الجزائري، ولكن بكل صراحه المغاربه غنصدمكم، اكيد غتكونوا سمعتوا الخبر بطبيعه الحال، وتقدروا تودعوا الصحراء حيت مشات لكم المغاربه. ما عندي من ديال الغالب والله، المحكمه حكمت قالت لكم الصحراء ماشي ديالكم، داوها المحكمه قالت لكم ديك الصحراء مشات. الجزائر اليوم فرحانه، من حقهم يفرحوا، هذه واحد المحكمه قالوا لنا مشات الصحراء، داك الحوت وداك الخضره وداك الشيء عندكم، لا دوراد خليوها عندكم، عندكم الكوربين خليوه ليكم، عندكم السردين ما عندهم ما يديروا به كلوه ديروه شوايه، عندكم الماكرو هذاك شكون بغاه راه كيتباع ب 7 دراهم في البواطه، عندكم الطون، عندكم الكروفيت، عندكم الميرلون، عندكم السول، صحاب سان بيير، داكشي ما بقاتش باغاه اوروبا، كلشي غديه ليكم بالمناسبه. والجزائر فرحانه لان المحكمه حكمت وقالت لكم ديك الصحراء ماشي ديالكم، وهذا اليوم الجزائر كلها بالمناسبه فرحانه. دونك عندكم 4 المواضيع كل يناقش اللي بغا، بغيتوا المحكمه، انا عارف خوتي في الجزائر كيموتوا على المحكمه، كلهم غيدويو على المحكمه حيت كلشي الجزائر كلها كتموت على المحكمه. عندنا هذه حملاوي مع الوزير ديال الصحة، عندنا مبروك أول كأس العالم في الظلام غينضمها المغرب، وعندنا بطبيعة الحال
أربعة ديال السيارات في الساعة من الفيات 500 من فئات فيات 500 وعندنا 13 سيارة من فئات فيات دوبلو. هذا الوزير ديال الصناعة على بركة الله. نبداو الإخوان كله يهضر علاش بغى. أنا عارف بأن الجزائر كلها غتهضر على المحكمة اليوم. والغالب الله معنا ما نديرو الصحراء مشات اش غنديرو. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا لالا. مرحبا. كيداير اخويا لاباس عليك؟ بخير. الله يحفظك اختي. مرحبا بك. شوف حاجه غنقولها لك. قولي. واحد عندنا بحالكم انتم الرجال منين ومرتاحين لجيت المغرب. بزاف شكرا. ولكن انا ما كنديرو والو اختي. ما كنديرو حتى حاجه. قلت لك ما حدنا والله. الله يحفظك. لا شوف والله العظيم بغيت غير انا غنهضر على كاس العالم. كاس العالم ديال الظلام في الظلام هذا المغاربه العالم في الظلام فاطمه. كاس العالم في الظلام لان الجزائر لا. غتقطع الضوء. شوف عندنا مشروع دابا ناجح في هذا كاس العالم. مشروع واعر هي ديال الشمع. غندير مشروع ديال الشمع هو اللي غادي ينجح ليا لان تبارك الله عرفتي اللي غيدخل الملعب عرفتي شحال من واحد غيدخل الملعب كل واحد بشمعه. يعني غندير دابا بكل ملعب كروسه ديال الشمع. كروسه ديال الشمع هذا مشروع ناجح الله يعطيهم الخير. الله يحفظك اختي. تحياتي اختي فاطمه. عند قوم فوائد. تحياتي فاطمه اختي تبارك الله عليك اختي. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك اختي فاطمه. دونك اخوت شويه ديال التكباس والبارطاج. هادشي راه بان لي ماشي حتى اللي سميتو. قلت لك عندنا الخبر الاول كاس العالم في الظلمه في الظلام لانه اليوم قال لك عطاونا التاريخ الرسمي وحنا كنعرفوا الجزائر في نهايه الشهر غتقطع علينا الضوء. دونك غادي الخوت رانا عارف كاين السينيال ولكن عادي جدا عادي نتوما يكبسوا اللي يقدر يدعم اللي يقدر يبارطاجي ما عندناش المشكل. قلنا هاد الفيفا اليوم اعلنت عن هاد الشيء. دونك كاس العالم في الظلام في المغرب عندنا 4 ديال السيارات في الساعه من فئه فيات 500 و13 سياره في الساعه من فئه فيات دوبلو. وزير الصحه هذا كان جاي من التحاليل جا خرج سميتو نيشان مبروك على الجزائر. عندنا حملاوي وزير الصحه تلاقاو في الشارع في الطريق ويتناقشون ويتدارسون الملاريا والدفتيريا في الجزائر. وعندنا الصحراء مشات المغاربه الغالب الله ما عندي ما ندير لكم. بالمناسبه حكمه المحكمه حتى حاجه ما بقات ديالكم صافي. هادشي اللي بغيتو قلنا لكم ما تكثروش قلنا لكم ما تعيقوش قلنا لكم راه شي نهار غتخرج المحكمه وغتحكم عليكم وما غتبقاوش تاكلوا الحوت ما غتبقاوش تاكلوا الفواكه البحر وداكشي كله غيبقى يدود غير في البحر. ها هي الجزائر سد الحدود حتى باش نصيفطوا لهم داكشي. لا داكشي غيبقى عندنا ما عندنا لما نبيعوه ما عندنا ما نديرو به. شنو غنوليو نديرو؟ تخيلوا معايا دابا نتوما غنوليو نديرو لا دورات كواري ولا غنوليو نديرو سان بيير شوايه حتى شي واحد. اما ديك بطاطا ولا فوكا والليمون داكشي كله غيدود. نتوما اللي بغيتوها المغاربه ها هي الجزائر كلها فرحانه دابا عندي ما ندير لكم انا. الغالب الله الغالب الله خوت الغالب الله الغالب الله ما عندي ما ندير لكم انا. نتوما اللي بغيتو نتوما اللي بغيتو نتوما اللي بغيتو. السلام عليكم غزلان. وعليكم السلام. كيل جوا دو تو فوا بور لا ترويزيام فوا. مرحبا بك. سي كومبيان دو تون دوبي افون رمضان وانا كنبغي نطلع انا جو سي اون فامي والو ولكن هذه المره الحمد لله. Alors moi, je vous parle pour les quatre photos. La première. Laquelle? En double là. Blam. Alors, Blam, on va être les premiers. Comme tout le monde, Kouchikar, on a un restaurant très coté en France. Restaurant dîner en noir. On a un restaurant en noir. Il rentre dans le Guinness. D'accord? On a un restaurant qui est dans l'Afrique. On a une coupe d'Afrique dans le noir. يعني حنا غنكونو هما السابقه. وشكرا للجزائر حنا هما السباقه. شكرا للجزائر اللي قطعوا علينا الضوء. داكوغ الوغ كنقولو لهم شكرا لان غراس ا مديني هذيك الشمعه غنكونو حنا هما لي بخوميي.
دير لي الشمعة، دير لي الشمعة. حنا كنديرو ريزيرف، كنعطيها ما تخافش. لا لا دوزيام فوتو ندوزو لشارلوت ميديكال. الوغ احبابنا وخوتنا، وبحال اللي قلتي دائما كتقول كون مع خويك وحدي مع خويك. خويك خويك مره مره كيبقى يتقل في لي شيفر، باسكو هما عندهم واحد لي شيفر ما عرفتش كيفاش كيفاش كيديروهم. بحال عمي تبون اللي باغي يدير تحليه ديال المياه والمزرعه ديال الحليب وديكشي، فهمتي؟ سافا دو سوا، زعما هادشي سي 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 اون كونتينيتي ديال داكشي اللي بدا عمي تبون. كي جاتك اللبيسه؟ كي جاتك اللبيسه؟ لا شارلوت ما عرفتو واش داخل بحال اللي قلتي ان تروك اغرو اليمونتير ولا ميديكال، ولا بحال اللي قالت اختي كيبيع كرواسه، يمكن داخل شي مصنع ديال كرواسه، حيت هاد لي شيخ اللي كيدير كيديروا كرواسه. ونسيت عندهم هذوك لي فواتور، لي فواتور ولا لي فواتورات غادي يعلموهم يحبيو يحبو يحبو سي سا. Alors, Hedo, je pense qu'ils ont pris le télétravail. Si. Oui, c'est ça, c'est une continuité. C'est une, je ne sais pas comment on va appeler ça, c'est une réunion, réunion en plein air. Ou là. Ils ont pique-nique. Ils ont vulgarisé les réunions à l'algérienne. Ils n'ont pas besoin d'avoir un bureau, une feuille de route ou des chinois. Non, nid. Sauf, on n'a pas besoin de quelqu'un pour dire que le Sahara, il est marocain. Le Sahara, c'est le sang. Le Sahara, c'est le sang. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. تحياتي اختي غزلان. وبغيت نقول لك الكلمه تي لو ميور اون ترانسور اون فوتي لايف تو لي سوار. حاجه اخرى، هذاك الحوت اللي بقى غنقددوه. وسلم ليا بزاف على طون فخير، جو لو ريسبكت بوكو، الي ادورابل. وشوف غنقول لك جوج كلمات، الله يرحم من رباكم، الله يرحم من رباكم، باسكو فوزيت لان تاع هو تري بولي مدبي. سي ان فري موديل ماروكان، اي اون اي فيير دافوار دي زوم كوم سا. هادو هما الرجال والا فالا. الله يحفظك اختي غزلان وتبارك الله عليكم ثلاثه. شابو با، وكنقول يحيى كاع المغاربه، ويحيى فروخي كساسو اردوان ولا مهدي ولا العائله الملكيه كامله. تحياتي. حيدي النقطة وخليها تحيد. روحي سمع اخويا بالروحي، راك كتفرحنا ديما. الله يحفظك، تبارك الله عليكم. هبطنا اخويا، راه مازال عندي الصف، باغا نشد الشمع. يلا هبطي تكبسي عليا لتحت، هبطي تجلسي عليا، انا جالسي لي انا نتعشاو، هبطي عليا لتحت. يلا او سويفون، يلا قلت الخوت ربعه ديال المواضيع عندنا اليوم بالمناسبه. عندنا الموضوع الاول اخواني الكرام، والموضوع الثاني، وعندنا ايضا الموضوع الثالث، ولكن الموضوع الرابع. والصحراء خوت قولوا ليها باي باي، راه حكمت علينا المحكمه. السلام عليكم. سلام خويا رضوان فروحي. تحياتي حبيبي مصطفى، تحياتي خويا، مرحبا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك اخويا. بغيت نقول لهم بالصحراء عمركم تحلموا بها. احلموا وزيدوا حلموا. عمركم لا شفتوا البحر ديالها ولا شفتوها. سمعتي، نقول لهم الحوت ديالنا غيبقى هنا ان شاء الله في المغرب. تحياتي بارك الله عليك خويا، بارك الله عليك حبيبي. تحياتي خويا هبط، شكرا خوت، شكرا بزاف. الوغ الاخوان، انا قلت لكم اوشوا ولا ضربهم ربعه اللي بغيتي. يلا بحال غتاكل ربعه ديال لي زونشوا، ماشي لي زون. السلام عليكم. ما يعرفوش لي زونشوا في الجزائر. الحم اخوتي، لي زونشوا الحم كنقدوه في المغرب. السلام عليكم. خوت تكبس. واحد جاري عنده شي لعيبه، ما عرفت واش عنده جنازه ولا عنده شي عرس. لا هادشي فيه طراب كدا. لا الله يسهل عليه، عرس واقيلا شي مناسبه. السلام عليكم. ماشي جاري، بعيد. السلام عليكم، مرحبا. اروحني كومك. هادشي انت شخصك، انت ما غندويش معاك. فين هي، فين درتها؟ دابا حنا
انت اش خصك حبيبي؟ خصك مايغا، خصك مايغا، خصنا نقلب عليك باش تشوف. دابا ها انت شوف، هذا شغنقول لكم، هذا ماشي خصو الديفتيريا، هذا خصو التيتانوس. التيتانوس يبدا في السنان، يبدا من هنا. شنو نقلب لكم الكاميرا انفيرسي لا فيديو. وشاد الصف على نيتك مسالي، مولف الصف، خونا موالف يدير الصف من الصباح، هو شاد الطابور بحالو بحال خوتو باش يطلع واحد بعد. وانت مش ديتي الصف بعدا، استغل غير الفرصه ذهبيه من الصباح، وانت شاد النوبه وواقف شاد بلاصتك وكدا ولعيبات وخايف، وهو يا ربي طلعني يا ربي كدعي مولاك باش خود غير استغل الفرصه صاحبي، استغل غير الفرصه. خوت في الجزائر ما كتعرفوش تستغلوا الفرصه، راه كاين اللي شد الصف 40 يوم هادي و 50 يوم صاحبي، بحال غيشد الفيزا للجزائر. هاي اسمحوا لي ما كنديرش بالعاني، ولكن طابور عامر ما عندي ما ندير لكم. استغفر الله. ربعه ديال السوجي كل يدوي فاش بغا او شوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا سيدي، مرحبا. السي رضوان. لاباس اخويا، مرحبا بك خويا. الله يكبر، مشرفنا خويا رضوان. الله يحفظك. تبارك الله عليك. كاس العالم. تفضل. انا غنهضر غير على كاس العالم، غنهضر على كاس العالم. ديال الظلام. انا غنديروا الفاخر، غنخدموا في الفاخر باش نطيبوا وباش نضويوا ونجيبوا الشمع. غنخدموا بالفاخر اخويا، فهمتي؟ كاس العالم غيكون بالفاخر ومشروع زوين حتى هويا مربح، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين اخويا، وكنشكرهم بزاف. بالمناسبه راه انا راه شاد دابا الصف باش ناخذ الفيزا للجزائر، راه من 6 الصباح وانا في الصف باش ناخذ الفيزا انا والدراري، غنمشيو للجزائر ان شاء الله، غنخدموا تما. بارك راه فكرت فيها والله، الا فكرت فيها قلت غادي نمشي انا، غادي نبغي ندفع، ولكن خفت هما داكشي عندهم عادي، خفتهم يديروا لي بحال خاشقجي. قلت غادي ندخل، وغادي ندخل للقنصليه ونقول لهم الله يرحم لكم الوالدين، انا بغيت فيزا، ولكن اخويا خفتهم يديروا لي بحال خاشقجي. والله العظيم فكرت فيها من البارح. ماشي الصف كازا عرفتي مناش، راه من 6 الصباح وحنا تما، الناس راه بيتها تما كاع اخويا، والله اخويا رضوان فهمتي، عرفتي تما راه كاين واحد السيد، راه داكشي ديال لاسيد وداكشي هما موالفين، وهي مات في التسعينات لا سيد ومسائل، هادشي راه معروف عليهم، هادشي راه معروف عليهم هما. قال لي الخدمة تما عندهم، تما تخدم 3 ايام تشد 15 مليون مغربية. تحياتي اخويا، تحياتي. الله يكبر بك الاستاذ، الله يحفظك، شكرا لك. نزلت كبس، نزل اخويا، نزلت كبس عليا لتحت، نزل عليا لتحت. ناخذوا السي خادم، قلت ربعة المواضيع دوي فاش بغيتي، عندك بغيتي تبقى فرحان، بغيتي هادو. السلام عليكم جي اش، الله يحفظك. السلام عليكم. مشكلة هذه، مشكلة الجزائر فيها المشكل ديال الريزو، تاعي ما الدور تموليني وما كيطلعش، هذا غالبا من الجزائر، هذا حيد عليا وسويبو. الناس فرحانة. السلام عليكم. السلام عليكم. شي كيدور؟ السلام اخويا روحي رضوان اختي. لا مرحبا، مرحبا بك. فوالا انا غنهضر لك شويه على لي كاتر سوجي اللي كاينين. انا راه حقا الصحافه ديال غنبداو مع لي فواتور، لي كاتر فواتور باغ اون اور. فوالا مول لا شارلوت ميديكا. وي انا كنظن بان الصحافه ديالهم عاوتاني غلطات، راه غلطات عاوتاني باش تفهم الموضوع. هما داروا لي شارلوت لانهم غيصنعوا لي فواتور تاع لو شوكولا، الشوكولا للراس العام، راهي الصحافة ديالهم عاوتاني تلفات، خصنا نسخن لهم عاوتاني والله. وبالنسبة عاوتاني للصحراء، المحكمة ديالهم لاخاي، محكمة لاخاي ديالهم اللي خدات الصحراء، حنا خصنا نتعلموا نديروا الطوابير
باش يوصلنا الناس تعلموا ديروا الطوابير باش يوصلكم الحد تاع كازا تاع صويرة تاع مدينتي أكادير. تعلموا الطوابير، خذوا المثل والقدوة من الجزائر وديروا الطوابير بالصبر بلا صداع والسكات. الوغ الموضوع التالي تستاد هذيك اش غنقول لك اخويا، هذاك باين لي لقاء غرامي بين الدفتيريا والمرضى الاخرى والملاريا لقاء غرامي بيناتهم، غيحاولوا يديروا يولدوا لينا واحد مرض اخر. تبغي لان هذيك مشات داوي الدفتيريا وهذا مشى قال لهم دي الملاريا. ايه داكشي علاش يتلاقاو بجوجهم باش يولدوا مرض اخر، يعني انه تخمل هذه فهمتي. داكشي اللي بان لي هذاك لقاء غرامي في الصحراء في الشمس. ايوا راه انا جو في انفيستيغ دون لي لومب سولير داكوغ، وملي عندنا الشمس كنوصي كل واحد يتقدم من عندي، راه حتى انا غندير واحد لاشاغلوط باش ندير لي لومب سولير. الله يعطيكم الصحه باش ندير الفلوس في هاد الوقيته، لان الصطاد غيكون. الله يكون معك اختي، الله يكون معك. شكرا اخويا، الله يحفظك. مرحبا الله يحفظك لاله كنزه، تحياتي اختي. هبطيت كبسي. اذا اخواني الكرام، اللي بغى الفرحه الجزائريه، اللي بغى كاس العالم ديال الظلام، اللي بغى خذ راحتك. تحياتي لاله كنزه، السلام عليكم. روح نيكم مك يا حبيبي. مايغا تحياتي مايغا. الله يتهدى الشيكور ديال افريقيا، هذا هو اللي غيخربها في الجزائر من التحت. تخيل سبحان الله كله فين جاتو، هذا غيخربها لهم من التحت. انا ما عندي ما ندير انا اقدار. تحياتي صلاح الدين وزغلول. دابا المشكل هذا بلا مشترك، الحدود ديال الجزائر من التحت كبيره مع الحدود ديال مالي. تحياتي خويا زغلول. عسكري، تحياتي للعسكري. ما غير حمومش هذا، والله ما غير حموم. انا عارف هذا بغي هذا الشيء. دابا داش كيساينكم غدويو، غاشي واحد فيكم يجاوب. قال غاشي شيكور يجاوبني. ما كيساين شي شيكور في الجزائر يجاوب. السلام عليكم نوال. اهلا سي رضوان، صافا لاباس؟ مرحبا نوال، الله يبارك فيك. احب انا فرحانه على محكمه العدل هذه. حبيت نقول لك باللي الصحراء غربيه رغم عنكم وعن انفكم يا المراركه يا لي ديكولاس داكور فوزيت ياش اي فوزيت. سجلوها الخوت هذه، سجلوها وبارطاجوها. اش قالت الدي سمعتوا يا المراريكا؟ سمعتوا؟ سمعتوا واش قالت لكم؟ دابا هادو هما اللي غيديو الصحراء غيدخلوا علينا. قال لك اسيدي في 12 ساعة غيجيو يتقهوا معنا في محج الرياض. اه 12 ساعة غتلقاه مريح معاك في كاليفورنيا في الدار البيضاء. اه زغلو الله يحفظك حبيبي كمال. هاد النوع هذا 12 ساعة غتلقاه كيلعب الجولف في رويال دار السلام. سالينا هاد النوع هذا، هاد النوع دي كو لاس. صلاح الدين الله يحفظك. شي معنى من حنا الخوت، شي معنى من حنا دي كو لاس. شي تنقول لكم ها العربيه كيفاش كتقرا في الجزائر، ها العربيه كيفاش كتقرا، كتقرا بهذه الطريقه. تا حا يا آه ما ها اي غ غ هي غ، ولكن كيقراوها غ في الجزائر. تحيه مايغا ديكولاس.
سي نورمال ما يكون هذا لابس لاش تاع سي نورمال صابحي سي نورمال ما يكون وزير بحال هكا صابحي وانت السبب انت السبب الكافر بالله انا السبب يا خويا خطيك من الفتنه خطيك خلينا نزورو خاوتنا خلينا نزورو خاوتنا في الجزائر خلينا نزوروهم راه عندنا حبابنا الله يحفظك خيك يا خويا من الله يفتح خيك اتفق معكم رانا نضلو نشدو الطوابير ونكليكيو هذا في الاخر باش نخطيك ان شاء الله ربي يهديك ربي يهديك ان شاء الله خطيك يا خويا تحياتي فكرت واحد اللعيبه خديتها خصيصا شكرا حبيبي شكرا شكرا تحياتي لك خويا انا جاي خصيصا وما فيها بس ما فيها بس نديرو اشهار ماشي مشكل برودوي مغربي نديرو له الاشهار بنية هانية صبروا بلاتي اما مخلصش عليها ها باش تفهموا عليها ولكن الا كان شي خلاص مرحبا ما نقولوش لا داكشي غير باصات غير بالفن هادي حيت كانت عزيزة عليا داكشي علاش السلام عليكم طلع للسطح ماشي مشكل السلام عليكم سي رضوان السلام عليكم يوسف مرحبا اخويا مرحبا بك خويا تحياتي الله يحفظك الله يحفظك اخويا تنقول لك تنقول لك اخا الصحراء هي بلادنا يا ماتي جدادنا يا كبرنا ولادنا والله ينصر سيدنا تحياتي تحياتي حبيبي تحياتي وسويبه العز اخويا رضوان تحياتي حبيبي تحياتي دز دز شوفوا الناس ديال تولوز سلاي السلام عليكم وعليكم السلام كيف داير اخويا لاباس الله يحفظك خويا تولوز مرحبا كيف داير هاني حمال الله يحفظك اسيدي مرحبا بك خويا واش دابا الجزائر قطع الضوء على المغرب زعما 31 اكتوبر انت راك في تولوز مرتاح 31 غيهبط عمي تبون لنا الديجونكتور الجزائري عنده الضوء الجزائري براسو عنده الضوء ها الجزائري يقطع على المغربي الضوء هو الجزائري براسو عنده الضوء في بلادو هو كيشري عنده الضوء ها الضوء ها الضوء ها الضوء اون بيرسون الضوء شخصيا هذيك راه الملاريا كتبان لي هذيك ماشي الضوء الضوء شخصيا ديال الجزائر والجزائري ما لقاش اخويا الضوء حتى راسو عادي عادي يقطعوا على المغربي ما عرفت هذا الارض تصاوب كبار والله ما تلقاو بعدا تحياتي تحياتي خويا تولوز مرحبا حبيبي مرحبا تحياتي 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 بو احمد السلام عليكم السلام عليكم عجم بوش تمام عاد الله يوعي عليك استغفر الله العظيم لا الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم استغفر الله العظيم استغفر الله اجي واش بي دي دي تشد عادي هادشي في الجزائر عادي 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 يا رب استغفر الله العظيم مكاينش معاه معاه صاحبي وحق ربينا يا ربي حمدنا وشكر معاك السلام عليكم السلام عليكم مرحبا سي الجيلاني مرحبا اخويا بخير الحمد لله راكم لا الحمد لله سيدي مرحبا بك الحمد لله والله ما زمان حوس نتصل له حتى اليوم ان شاء الله يا ربي انت خرجت المحكمه ياك لا 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 ما عنديش انا ما عنديش بروبليم في هذا الشيء انا بروبليم
لا لا ما عنديش مشاكل في الشيء. انا عندي خوتي مغاربه عاشوا معايا كبروا معايا خدموا عنا ناس هادو محترمين ناس مصرين. خلصتيهم بعدا مزيان؟ لا خلصوا مساكين عاشوا معنا واحد المده تاع 5 سنين كانوا مساكين بنايين ويدهنوا كعارف دي بنات ناس ملاح ناس بلا واحد متازه واحد من الرباط ووصلوا مسلم تاع الرباط جاوا واحد من الرباط ويسمو ياسين ويزيد وجماعه كانوا يسكنوا في تازه هذو جماعه احبابنا عاشوا معايا 5 سنين وما نكونش خيرهم وما يكونوش خيرنا واش تا 5 سنين ودك تبني دار جلالي رضوان الجلالي واحد سنين وانت كتبني الدار واش ما سمعتكش واش 5 سنين وانت كتبني لا هما كانوا عاشوا معنا 5 سنين كانوا عايشين مع صاحبي كانوا عايشين مع صاحبي هذا صاحبي راهم محال فيه كلش مقيوب باطل كانوا عايشين شو ما يخلصوش الكلاب باطل ما يخلصوش الكلاب وكنا نجلسوا في رحبه ونتناقشوا معنا قبل إيه اسمح لي شفتوا تبيعوا في الرحبه ما فهمتش فهمني ماشي سمع فيك مليح واش كنتو تبيعوا العلوش في الرحبه اش كديروا في الرحبه لا تسمط لي هادو بنايين كانوا من جهه واش دخل الرحبه في الهضره جي لي جالسين في الرحبه لا مشي الرحمه كانوا عايشين عند صاحبي هذا صاحبي كان عنده مكان ما يكروش عطيو فافور باطل كراج بغيت تقول كراج زعما لا زعما كراج مقيوم سانيتير دوش كلينهم في الكراج فهمت وانا هذا حبيبي كنا نقصوا كيف حنا مع الغاربه نتناقشوا الناس يحكوا على امورهم العيشه تاعهم كي دايره وكنت متمني باش نجي نزورهم كنت متمني زعما صراحه اذا ما يكونش الخير اتفق معك شوف انتم انتم بلاد الخير لا تسمح لي احنا الخير في كاع شوف الخير كاع في العرب احنا الجروب دياقت انا جروب دياقت انا 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 شوف انا من انا زعما خاطر نبغي نطلع معاك انا ما عندي حتى مشكل تسمح لي انا ما عندي حتى مشكل مع اي انسان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله مادام انسان مسلم مؤمن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله هذا خويا في الايمان ولا زاد حداها الوطن الملك الا زاد حداها الله الوطن الملك اسمع هذا شعار يا اخي انا فين نقول من الشعب الى الشعب وانت تقول من الملك هذه سياستك وامورك ربي سهل يلاه هيك ما عندكش مشكله انا وياك خوت ما عنديش مشكله انا مع خويا مغربي ما عنديش مشكله نقولها لك وانت قولها ليا انا نقولها لك وانت قولها لي شو انا كنسمع دابا كنسمع انا ساهل لا يرضى عليك الله يرضى عليك سهل انا وياك خوت ما عندناش المشاكل دم واحد دين واحد خوتنا عاشوا عندكم عطيتهم فين يسكنوا كراج وسكنتهم في الكراج خدمتوهم الامور تهليتوا فيهم بناو لكم الدار الحمد لله الامور كلها بخير الامور كلها طيبه الحمد لله دابا كنقولوا الله الوطن الملك كنقولوا عبد الفتاح الرجيم كنقولوا نستغفر الله العظيم العاش الملك كذا الملك الوطن كنقولوا بلاتي تنقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هي الاولى يا اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعها كمغاربه كنقولوا الله الوطن الملك تقدر تقولها انت انا جزائري هات صوتي انت مغربي تقول هكا انا ما عندي حاجه فيك انا ما عنديش حاجه دونك انا ما نبقاش انا وياك اسمع اتصنط لي ادوار انا كبير منك في السن اتصنط لي انا كبير منك في السن انا موظف عند الدوله الجزائريه تصنط لي انا موظف عند الدوله الجزائريه انا جيت المغرب في التسعينات 94 95 جيت الوجده لا تصنط لي الفقر شوف الفقر في امريكا كاين الفقر تصنط لي احنا شوف هذا الشيء اللي راه صاري بيناتنا ما بين الجزائر والمغرب هذا وينتا مين بداو الصراعات ما تصنط لي ما من المغرب كانوا عايشين في الجزائر والجزائر عايشين في المغرب وتبادل السلع والحدود يخدموا بعضهم شوف هذا الصراعات لا ماشي تبادل السلع الكونتربوند كاين فرق لا ليش هات صوتك لا الكونتربوند ماشي تبادل السلع الجزائر كانت كدير الكونتربوند في المغرب رضوان اسمح لي كاين فرق اسمح لي انا شوف انا شي سياسي
انا ماني سياسي، انا انسان مواطن جزائري. تصدقي انا انسان مواطن جزائري وراني نحكي مع واحد خويا مغربي. الا كان انا باش تدخل لي في صراعات وديك، انا ما نعرفش السياسه. انا كاين حاجه نقولها لك، انا حاجه نقولها لك، تصدقي انا تمنيت باش نجي المغرب ان شاء الله. راك معايا ولكن غتعيش في الظلام، لان 31 اكتوبر غيتفضوا. ديروا طاقه شمسيه، معليش الطاقه الشمسيه. مروا في مراكش. اسمح لي، المغرب في مراكش تبارك الله عنده الشمس ما شاء الله. تحياتي اخويا، شكرا خويا الجلالي، تبارك الله عليك حبيبي. شنقول لك تصبحتي تاليه وصافي. بركه الجلالي، بركه معليش. الله يالف بين القلوب. امين حبيبي. الله يالف بين القلوب. السلام عليكم. تحياتي يا خويا الجلالي. تحياتي خويا، تحياتي دوبي هاب. لو 31 اكتوبر غنظموا كاس العالم في الظلام. اكتوبر العام الجاي دابا شوف الفيفا راه خطيره. الفيفا شتي هاد السيد هذا خطير. اش قال؟ قال لو 31 اكتوبر غتهبط الجزائر ديجونكتور 2024. قال انا غنخلي حتى المغاربه يتادابطاو على الظلام وننظموا كاس العالم في اكتوبر العام الجاي. هاد لا كوب دي موند غتنظم في اكتوبر 2025. الذكاء اصاحبي، الذكاء. استغفر الله العظيم. مسكين مسكين. السلام عليكم مليكة، مرحبا. لاباس عليك؟ بخير الله يحفظك. الله يبارك فيك، مرحبا بك يا خويا. راك دير لنا غير مشاكل وحق الله العظيم. ها هما دابا البنات تيتباكا وقال لك والو ماما، راه سمعنا عمي رضوان تيقول لك الجزائر داروا السيارات. ما السيارات نوضي، خدي لنا جوج طوموبيلات حتى حنا نلعبوا بهم. ها مولاهم يلا. دابا انا كي غندير الفيزا وكي غندير باش نمشي نجيب لهم انا الطوموبيلات، كي غندير شيش كدير لينا شتي. غرب الله اختي، غرب الله. السيده ناض تقلب لي الدواء مع الطوموبيلات، ناض حقه والواد. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيبان عليك التأثر السي رضوان، كيبان عليك عمي علي. ما عرفناك يطيب كرواسة، ما عرفناش، ما فهمناش واش كان في كوزينة ولا والله ما عرف. صافي هذا من جهة أخرى. بالنسبة لعمي أنفانتينو اش نقول لك؟ غنقول لك بطريقته هو ديما مغرب. هذا هو اللي نقدر نقول ديما مغرب. الغالب الله شو كيدير؟ الغالب الله غديروها في الظلام. ديما مغرب. الله يحسن عوانكم، تيقول لك الله يحسن عوانكم مع هاد الناس وحق الله. وديما مغرب. ومشير جيت الجزائر دار لك هكا. المنطقة جيت الشرق. وبالنسبة لسميتو لجارك، راه ماشي غير جارك اللي عنده المناسبة، راه كنشوف الناس هنا بزاف فرحانين وعندهم العراسات وما فهمتش أنا شنو واقع. تسمعتك أنت كتقول بأن المحكمة راه حكمات ما عرفت شنو داكشي شي حاجة. جاري محيح. لا تحنا تحنا المغاربة، تحنا المغاربة محيحين. تا عندي هنا في لي زونفيرون كلشي محيح، كلشي فرحان. كنقول بزاف على العراسات، قول هو القضيه فيها المحكمه وانا ما فرحتش. يضربوا على راسهم قبل ما يتفضوا. ويه لا حنا فرحانين معاهم حيت حنا المغاربه معروفين اي حاجه كتفرحنا. كنكونوا خاسرين كنخرجوا نفرحوا، ضاحكين نفرحوا، ناشطين نفرحوا، عندنا عرس. المهم كلشي عندنا فرحه. تبارك الله عليك اختي، تبارك الله عليك. المغرب وديما مايغا. ديما ماي جا، تبارك الله على اختي. شكرا جزيلا اختي مليكه، الله يحفظك اختي. تيسلموا عليك بناتي بزاف. الله يخليهم لك، سلمي عليهم بوسيهم بجوجهم. يا ربي يا ربي الله يخطيك. سلام اخويا، انا غبت كبس، انا غبت كبس. يا اختي الله يحفظك. اينيل. وي. السلام عليكم خويا. السلام ورحمة الله. مرحبا بك سيدي. ميرسي. تفضل. كوال سوجي؟ كنقولوا واش كتعرف هادي؟ واش كتعني هادي؟
اشنو هذا سميتو بالعربيه؟ لا باليش سميتو اللقلاق ماله بالفرنساويه لا سيغوين ماكو يكون بروبليم ايوا كنا يكون بروبليم لا يا با دو بروبليم حنا كنشربوا اللقلاق عادكم كوزان ها صحتكم صحتكم الله يحفظك يا كوزان الله يحفظك انت لاباس بخير لا الحمد لله اخي تبارك الله عليك خويا تحياتي مرحبا هذه لقيتها خرجت اللي بيع الخوت في اخباركم ولكن بيني وبينكم بصراحه بصراحه ما نعطيش رايي علاش نعطي رايي كانت واعره كانت زوينه داكشي علاش منين لقيتها خديتها زال ما جربتهاش عاد غنجرب حطيتها بعدا صندوقها نشوفها كي دايره الشكل ديال القرعه هو هذاك السلام عليكم الشكل ديال القرعه هو هذاك السلام عليكم وعليكم السلام اختي ناديه كي داير اخويا رضوان لاباس عليك الله يحفظك اختي مرحبا بك اختي بغيت نتصور معاك اخويا رضوان مرحبا لالا انا ان شاء الله ان شاء الله مقبله على الزواج بالجزائر شنو باش كتنصحني نصحك الله يسهل على اختي هادشي اللي غنقول لك الله يسهل عليك كيفاش غادي ندير هاد القضيه ديال الفيزا لا ماشي مشكل الدنيا يعني عندك دوبل الباسبور واش غنتمنوا لك غير الخير اختي الله يسهل عليك الله نصدو قيل الصداع ياك الله يسهل عليك اختي الله يسهل عليك منين ان شاء الله من خنشلة اصلو منين منين الاصل ديالك خنشلة كنضحك معاك ولا باتنا خنشلة خنشلة الله يسهل عليك اختي الله يسهل عليك المهم 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 ها باش نقول لهم الا سميتو الا نسيتو واحد الحاجه راه الجماجم في متاحفها والصحراء لا 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 لا, لا شوفي اختي الله يسهل عليك وناديه الله يرحم باك صافي بينهم وبين فرنسا الله يرحم اللي مات الله يرحمهم اختي الله يحفظك الله يسهل عليك الله يسهل عليك ناديه تحياتي جنيرت تحياتي اختي ناديه يلا عاش الله يحفظك اختي الله يحفظك الله يحفظك اختي الله يحفظك اختي ناديه الله يسهل عليهم صافي هنا اللي مات الله يرحمه ما كنهضرش هضر مع الحيين كيتناقشوا الدفتيريا والملاريا في الشارع والله الا بصح راه ماشي تفليه هذه صوره مقتطفه من نقاش وزير الصحه مع رئيسه الهلال الاحمر الجزائري حول الدفتيريا والملاريا في الجزائر هذه هذا يعلن عن اول كاس العالم في تاريخ الفيفا تنظمه في الظلام هذا غينظمها المغرب هذا يعلن عن تصنيع ماشي تصنيع تجميع 4 ديال السيارات في الساعه و13 سياره من نوع ديابلو للتذكير فقط المغرب يصنع 67 سياره في الساعه غير في طنجه 67 سياره بيسا ما كنهضروش عليها القنيطره هذيك بوحدها علم الله شحال تيصنعوا هذوك حتى هما ما عنديش الرقم ولكن طنجه 67 سياره في الساعه هذا دابا 4 قال لك الساعه ديال التجميع وبطبيعه الحال المحكمه بانوا لي المحكمه ما عارفينش الخوت وقيله اش واقع المحكمة حكمت قال لك سيدي الصحراء ما غتبقاش ديالكم داك الحوت غنخليوه في البحر والجزائر فرحانة الخوت فرحانة الجزائر أنه المحكمة غتحكم علينا أنه الحوت ما غنبقاوش ناخذوه من البحر غنخليوه يبقى في البحر تاكلوا لا بالين الحوت اللي في البحر غيبقى تاكلوا الأوركا تحياتي أخي زغلول
داك الحوت غادي يبقى قال لك ما غنهزوش تما غيبقى يعني. والجزائر فرحانه بالمناسبه، غناكلوه غنبيعوه ولا الارض مشات. السلام عليكم. واش هجرانا مايكا 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 السلام عليكم أستاذ. إنكم مكجرانا، إنك سويت عمرك. مايكا 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 أستاذ يا حسرة. شو المستوى الأساتذة في الجزائر كده؟ السلام عليكم عبدو. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي، مرحبا سيدي بيك. وانا لاباس 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 خويا لاباس. امورك مزيانة؟ الحمد لله. انت مزيانة؟ لاباس الحمد لله. مرحبا، تفضل. وشو سيجي عندك اليوم رضوان؟ عندنا اليوم الطاجين. واش غادي الحوت واش غنديروه كواري ولا شواية؟ تقدر ديرو طاجين، تقدر ديرو شواية. واش عطاك الاتحاد الاوروبي تقدر ديرو. هاكاك. وحنا عندنا شي حوت بغينا خفنا يبقى يخسر في البحر، بغينا لما نبيعوه. كاين مواليه مدوه البوليزاريو. نعطيوه لهم نصيفطوه لهم. واه علاه ما عندهم شي مطار تما في تندوف؟ واش جاب تندوف للبحر المحيط؟ وعلاه هما في كاينين؟ لا لا يا اخي، تكلم على الحوت تاع المحيط، على تندوف فيها البحر. وعلى البوليزاريو في كاينين؟ كاينين في المحيط، كاينين في العيون، كاينين في الداخله، كاينين في البورتو. على ما عندكمش في العيون الصحراويين؟ لا عندنا، عندنا حاكم ابراهيم غالي. ايوا واش جابها من تندوف؟ اتفق معك اتفق معك. وعلاش طلغات الا كانت الا كانوا هما شادين البلاد، علاش طلغات الاتفاقيه؟ الاتفاقيه اللي كانت بين المغرب والاتحاد الاوروبي. وحوتهم يبيعوه. راهم باعوه صافي، راه مشى الحوت، راكم تاكلوا فيه، باعوه لكم ليكم. انا كنت في كاستيا، كليتو في الفنيدق، كليتو في وجده، كليتو في تطوان، كليتو في مرتل. انا ضربت الحوت. رضوان ربي يغفر لك. امين، يغفر لينا انت وليك انت. صديقي ربي يغفر لك. علاش علاش انت ربي ما انت الله يغفر لك اخويا. والله كل يوم تجيب لنا منين جبت هذا مايكا، هذا الحي هذا مايكا منين طلعته؟ كل يوم تجيب واحد الله عبالك انا نحير. والله غير كل يوم تجيب مين داك راك متضامن مع ايمان خليف، مين داك ضد ايمان. انا شفتك في فرنسا وبرافو ايمان خليف وشرفتي الجزائر وشرفتي العرب، والبارح شفتك قلبت لها اسمها رديتها ايمن. ماشي انا، الاتحاد الدولي ماشي انا. انا قلت شنو قال الاتحاد الدولي؟ لا ما تقوليش الاتحاد، صافي انت راك تمشي. واش يقول الاتحاد الدولي؟ لا شنو انا غنفوت الاتحاد الدولي؟ طب اللي كاين هو الاتحاد الدولي. صافي راك موافق بالقرار اللي خداته المحكمه تاع الاتحاد الاوروبي. انا متفق مع المحكمه خويا، الحوت ها هو غير غيشيط، بغيتو تاخذوه بغيتو ياخذوه، رزقنا عندنا لما نبيعوه. وين تبيعوه؟ اللي كان عندكم حل واحد انه راه مشات اوروبا. دابا واش غيبقى نخليوه يشيط في البحر يدود في البحر؟ لا كاينه الروكه، كاينه الروكه تاكل، خلي الروكه تشبع بطنها. او مالك اصاحبي. الله ربي. الله 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 يا رضوان اخويا، الله ربي يهديكم ويصايد. واش نقول لك؟ ربي يهديكم. الله يحفظك اخويا، تبارك الله عليك حبيبي، تحياتي. اخر مره جيتي لمارتيني امتى؟
عم نول العام اللي فات صافي دابا هاد العام راه غادي تجي غتلقى غير الظلام اخي ما تلقى والو انا راح يطلع لا ما تخافوش لا كاين راه غتفيض الضو في الاخر ديال الشهر لا ما يطفاش الضو ما يطفاش لا ما يطفاش الضو ربي يوفقك خويا ونحي نقص شويه من الفتنه رضوان نقص خلي ربي يرضى عليك انا اللي درت الفيزا لا ماشي الفيزا قلت لك الفتنه نقص شويه واش انا اللي درت الفيزا سؤال انا اللي درت الفيزا لا ما قلتش الفيزا قلت لك الفتنه يا رضوان وياك انا راه كنطرح عليك السؤال واش انا اللي درت الفيزا متى كنت على بالك بلي راح يديروا الفيزا رضوان بيناتنا واش تفرجتي في الاخبار اليوم في الجزائريه الاولى ولا ما تفرجتيش والله ماني نتبع يعني الاخبار انا ادعوك لمشاهده الاخبار ديال الجزائريه الاولى الاخبار ديال وحده النهار وغير تفرج ما غنقول لك والو انا غتفرج من البداية وانت كتفرج ماشي في الوسط عندك 20 دقيقه وانت كتفرج قصدك راهم يطحنوا في المغرب ولا وشنو انا ما قلت والو قلت لك غير تفرج انا ما قلت لك حتى حاجه غير تفرج في الاخبار ديال الوحده الجزائريه الاولى تفرج في واش 20 دقيقه الاولى تفرج لازم تعطيني واش الهدف تاعي باش نتفرجها ايوا باش فهاد المره اخرى ملي طلع عندي حتى داكشي اللي غدير عندك انت في الكونت ديالك فهمتي عرف كيفاش تختار وحتى ملي تبغي تهضر اخويا عبدو وتقول هاد الهضره تقولها لفخامه الرئيس الجزائري قول له الله يخليك راه خوتنا هادوك ما نقطعوش عليهم الجو والبر خوتنا ما نديروش عليهم الفيزا خوتنا ما نقطعوش عليهم العلاقات الدبلوماسيه خوتنا ما نعيروهمش في التلفازه خوتنا ما نعيروهمش في رمضان خوتنا ما نعيروهمش في القنوات العموميه هادشي يقولوا للتبون اما انا راه كنت تحاور معاك ما عيرتك ما والو لا اخويا حنا ما كنخليوهاش للسياسيين السياسه كنديروها حنا المواطنين لا المواطن ما راه ينال والو حتى من حاجه راه ينال عباك واش ينال ينال القنطه حنا اخويا في المغرب السياسه كنديروها حنا عندنا الله الوطن الملك قلت لهم هذاك سي عبدو دير اللي بغيتي شوف وجيو مرحبا بك وبصحتك الحوت اللي كليتي في مارتيل ديال الصحراء تحياتي خويا عبدو تحياتي خويا تحياتي فتنة كاين شي فتنة قد اللي دارت تبون والجزائر كاين شي فتنة قد هاد الفتنة اللي دايرين تسبونا ليلة نهار كاين شي فتنة قد هادي اللي داير تبون اللي داير فيزا على المغاربة مرا مجوجة مع جزائري وجزائري جزائري مغربي مجوج مع جزائرية ولي خصو الفيزا باش يمشي تخيلوا دابا نتوما مغربي غير تخيلوها مرضت نسيبتو في الجزائر مرضت في الجزائر خصو نورمالمون يديماري الطوموبيل يدخل الجزائر غير ولي خصو يشد رونديفو ويدفع الفيزا ويساين امور ما يدير هادشي كله يمشي حتى لتونس وعاد يرجع دابا غير عندنا غير واحد مرض غير واحد عائلة المرأة مثلا في الجزائر واحد فيهم جاتو الديفتيريا ولا المالاريا ها غنوليو نطلبوا الفيزا باش نمشيو حتى تدفن ويدوان وعاد ديك الساعة نمشيو للجزائر كاين شي فتنة ها كاين شي فتنة اكثر من هادي فتنة انا كنتعايرونا ليلة نهار قبيلة التلفازة 20 دقيقة ديال السبان السلام عليكم 20 دقيقة الخوت ديال المعيور اليوم 20 دقيقة ديال المعيور في القناة العمومية الجزائرية 20 مينوت ديال المعيور اللي تعايرنا اليوم في التلفازة الجزائرية الرسمية 20 دقيقة بشتى أنواع المعيور تعايرنا اليوم في التلفازة الرسمية الجزائرية السلام عليكم مرحبا السلام عليكم السي رضوان
انا كنطلع معاك ديما، ولكن اليوم كاينين مالين الدار وكلشي، بغيتو كيسلموا عليك كاملين، الوالد الوالده الوليدات كلشي كيسلم عليك. الله يخليهم لك اخويا، الله يخليهم لك تحياتي اخويا. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك حبيبي، الله يحفظك تحياتي. 20 مينوت اخواني الكرام، 20 مينوت اليوم دولة التقية ما خلات ما قالت فينا. 20 دقيقة تقدروا ترجعوا تفرجوا. السلام عليكم. السلام عليكم. او سويفون. خطينا فيتنا، خطينا نيتنا. السلام عليكم. كدير سيدي؟ مرحبا سيدي، مرحبا مرحبا. واخويا شدي نقول لك، اطول اكبر طابور في العالم هو ديالك السي رضوان، وحق الله العظيم. وواحد الملاحظه، كندير انفيتاسيون كطيح. السينيال، السينيال هكاك، السينيال داكور. خويا ما تقدرش دير لنا ليفريزون ا دوميسيل ولا شي حاجه بحال هكا بلا ما نقول شدو الطابور؟ كنديرو كيدي عاوتاني. وبزاف اخويا، الله يكون معك حبيبي، الله يكون معك ومعنا اختي امينه. الله يحفظك، الله يحفظك خويا ارقاش. تبارك الله عليك السير رضوان، تبارك الله عليك. الله يحفظك، الله يحفظك. يبقي شي واحد يطلع هنايا عندي يدير لي ديك التقيه ديال حنا خوت، حنا خوت. انا اللي مغربي كنقول خوت، انت الجزائري ما كتقولش خوت. وكنتي كتقول خوت كون شفتي التلفاز قبيله شنو قالت، وتقول اللهم ان هذا منكر. انا كنقول خوت كمغربي، حيت انا اؤمن وانا مربي كمغربي، اؤمن بحسن الاخلاق. اما انت جزائري، شوف شفتي التلفاز قبيله اش قالت؟ عمرك شفتي حنا تلفازتنا دارت بحال هكا، بحال دوك التقارير اللي دوزت قبيله؟ طلعش انا تقول لي ديك لا حقا انا نو. انا اؤمن بداك المبدا، انت لا تؤمن به. المهم ما علينا، نرجعوا للخوت. والصحراء فز من عينيك، ما غاديش داك الحوت غيمشي لاوروبا، حيت حنا سانين مع الاتحاد الاوروبي ماشي مع المحكمه د اوروبا. الحوت سانين مع الاتحاد الاوروبي، وهاي صدمتكم اليوم الجزائر وتنا اسبانيا، وقالت لكم انا كنحترم القرار ولكن عندي علاقات مع المغرب واجدد دعمي. اخباركم هذا القرار ديال المحكمه، ديال المحكمه الاوروبيه، محكمه العدل الاوروبيه، راه ماشي اول مره، هذا داز في 2018 ونفس القرار كيتعاود واجديته. الحوت غنبقاو نصدروه ديال الصحراء والفوسفات من الصحراء من بكره، واللي بغيتو اللي عنده شي كراعنيت، شي كراعنيت يفوت، يفوت الشرطه. اللي عنده شي كراع، كيقولوا كراع بالجزائريه ياك، احنا في الصحراء صح بزز منك في العيون، في السماره، في الداخله، في بوجدور، حاكمينا حاكمينا بالجيش ديالنا والدراك ديالنا، القوات المسلحه الملكيه والشرطه ديالنا، الشرطه حاكمه، حاكمه. وناكلوا الخيرات كامله، ونبغيو الكوربين، ناكلوا الكوربين تما صح. انت والله لا دقتي داك الكوربين ولا شميتيه، وغنصدروا داك الفواء. حنا شتي دابا اوروبا هي شاده فينا بسنانها، اما حنا حوتنا بغينا نصيفطوه لروسيا، نصيفطوه، بغينا نصيفطوه لبريطانيا، نصيفطوه، بغينا نصيفطوه لاسبانيا بوحده دايره معنا اتفاقيات بيلا دي 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 زاكور بيلاتيرو، يعني احنا وياها. كاع الدول د اوروبا دايره معنا اتفاقيات من غير الاتفاقيات ديال الاتحاد الاوروبي. الاميه ضاربه اطنابها في الاعلام الجزائري، فرحانين ما فاهمين والو، والالغاء والغاء اي الغاء. مشات الصحراء، مشات الصحراء، مشات الصحراء الخوت، مشات 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 الصحراء، مشات مشات الصحراء، مشات الصحراء. الدواء، الدواء، الدواء يا خوتي، الدواء، الدواء. الغلب الله ما عندي ما ندير، مشات لينا الصحراء خوت. غلب الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك سيدي، مرحبا. رضوان مشي للصحراء في مغربها ومغربي في الصحراء، والقرار هذا ياك توا اوروبا اليوم. المنظر تاع الملك تقعر
عاد ما يبانش ولا ورا. لا رداتها والصحراء خداها وجاو اوروبا خداوها في العشيه ومشاو. لا منظار المنظار تاع الملك اللي كان يحكي عليه. مالو؟ الصحراء منظار المغرب اللي كان يحكي عليه الملك وراه. شنو؟ بحر له. حيت انا مازال ما فهمتش واقع، انا ما في خباريش. واش واقع دابا؟ باي باي الصحراء. باي باي الصحراء عادي، واوروبا غنقدو على اوروبا خويا. ما تقدرش ما تخرجش من المملكة المغربية ما عندها حتى بيان تقدر تقولوا للمحكمة الدولية، نتحداك. اش من المحكمة في المحاكم بعدا؟ اش من المحكمة؟ شوف أنت دابا قلتي لي المحكمة الدولية، اش من المحكمة أخويا هذه في المحاكم؟ يا بالليغو شوف أنت تتعرفها. ما غنعيط المايكا، غنعيط المايكا. اش من المحكمة؟ بالليغو بشوية عليك بالليغو، اشرب الميها، برد برد عليك، برد برد بالليغو برد. بالليغو مايغا راك تخيب اليوم والله غير مايغا كاين والله غير مايغا. محكمة دولية انت واش كاين شي محكمة سميتها الدولية؟ والإعلام الجزائري كله كيهضر على المحكمة الدولية، انت اش من محكمة دولية؟ اش دوليك؟ المحكمة الدولية الدولية الدولية، أعطوني غير سميت المحكمة الله يرحم الوالدين، أعطوني غير سميت المحكمة اللي داو لينا حنا هاد الصحراء هادي غير نعرفوها فين جات. والجزائر كلها كتهضر على المحكمة الدولية، المحكمة الدولية، ها اللي كيقول لك محكمة العدل الدولية، ها اللي كيقول لك المحكمة الدولية، ها اللي عطوني غير سميت المحكمة اللي داتها. غير سميت المحكمة. ربي احنا سيدي الحوت غنخليوه تما، غنديروه خليع، الحوت ديالنا غيبقى في المحيط الأطلسي. تشبع لابالين ما عندناش المشكل، غير شبع تشبع لابانين والوركا وداكشي الاخر يشبعوا، والروكان كل الروكان كل الحوت كله، حنا بغينا الروكان يشبع في المحيط الاطلسي عارفين رزقنا، حنا بغينا الحوت يشبع اخويا، الحوت الكبير ياكل ديما، الكبير ياكل، الكبير ياكل الصغير، الحوت كنهضر على الحوت، الحوت الكبير ياكل الصغير او بلون مرحبا، واللي بقى ناكلو حنا الا صيفط لابلاج صيفطت شي حاجه نديروها حنا سيدي شوايه، نديروها كواري ما عندناش المشكل، نبقاو حنا نديرو لي سبادون كواري كاع الدنيا هانيه، ياك رزقنا رزقنا بيعوش اوروبا حنا رزقنا حنا حنا سي غنبيعو لفنزويلا، ماشي اش من دابا مش من فنزويلا، بيعو الاخرين سميت هذوك اللي لهيه استغفر الله العظيم مشات لي سميتها كاع، المهم عليناش اصبروا رواحكم يا المغاربه الصحراء مشات ليكم. اهلا سي رضوان. اهلا اختي امينه تحياتي. لاباس اختي، وراه المحكمه المايقيه الاتحاد الاوروبي. دات لينا الصحراء اختي، دات الصحراء، دات الصحراء. لا باقي شي، لا باقي شي شي قضيه سميتها الصحراء الغربيه. رزقنا مشى. واقول كما قال السي بوريطه، لا يهمنا الامر، وخليهم فرحانين مساكن. بغيت نفرحهم اليوم، عرفتي حاولت نمشي معاهم. هذاك فرحوا فرحوا خليهم ساكن، خليهم فرحان، الله تخسر لهم ساكن الفرحه. عسى درتي معاهم فالطه، درتي لهم التصويره ديال جدهم القلاق الشهيد صلاح الدين. واش كدوي على هادي؟ وايه ورا الشهيد ديالهم، راه جدهم الشهيد القلاق هذيك. لا هادي قالها، قالها المستشار الرئيس. اي ولكن راه جدهم، راه تصويرت جدهم هذيك. عليها راهم جالسين يسبوا فيك زغلول. الله يحفظك. ايوا انا اختي شوف طلعت غير باش نهضر على سميتو على اكتوبر، واش غادي حتى البريز ما غاديش يكون فيه الضوء ولا شارجيو تليفوناتكم، واللي عنده شي باور بانك يشارجيه. وعليها كنت قلت زعما ملي غادي يقطعوا علينا الضو، راه في التيرانات ان شاء الله في 31 اكتوبر
2025 نقدروا عباد الله يضويو التيران بالتليفونات الساعة قول ما يكونش عندنا الضو نوليو نلعبوا في العشية. ايوا صافي تحياتي اختي تحياتي يلا تحياتي والله يكون معانا صافي. امين اختي امين 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 اختي امين امين امين. آه الغالب الله الغالب الله الغالب الله اخوتي ما عندي ما ندير. المحكمة دات لينا الصحراء محكمة دات الصحراء. فيصل السلام عليكم خويا رضوان. وعليكم السلام حبيبي مرحبا خويا مرحبا بكم. واش رايك الراجل الزين والله غير لا راجل زين انت اقسم بالله غير كي نشوفك نفرح والله لا كي نشوف. غير اكد لي برك الخبر هذا تاع هذا المحكمة الدولية هذا كاين منه ولا غير راهم يزعقوا برك. كاين اخويا كاينه وماشي غير المحكمه والعدل زيد حداتها العدل اللي بغيتي كاع. لا لا المحكمه الدوليه تاع العدل المهم انا نزيدو ولا ما نزيد يعني كاين هذا كاينه منها. لا كاين منها اخويا واخا غدوه غادي شوف نخرج للبحيره ان شاء الله نذبح فيها ربع بقرات وغادي شوف ندير زرده ونعرض كاع القبيله ونعرض كاع الناس وقولهم في خاطر الصحراء المغربيه اللي ولات غربيه يا خالتي جيبوها لنا والله لا غدوه شوف وبالروجه بالروجه والبره عاد بلا باش تراجي من لا 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 وانا نعرض انا نعرضهم خلي خلي اعراضها فيما يرضي الله الله يخليك حاله طيب. يا معليش قالها السي رضوان حفظه الله نحيو علينا هكذا نديرو شوف البقر والغنم والجمال نذبحو ونقول لهم زها وخاوتي في خاطر خاوتنا المغاربه السك في خاطر خاوتنا المغاربه مسكين وفي خاطر رضوانه وندير الله يرضيك وذاك الحوت ما نبيعوش ليكم زعما ولا تاخذوه فابور اخذوه اي بلا ما شايط هنا احنا ما نعرفوش نطيبوا الحوت يا رضوان احنا ما نعرفوش نطيبوا الحوت يطيبوه المغاربه يعرفوا يطيبوه الله يبارك فور ويعرفوا هما اللي يعرفوا الطباخ تاع المغاربه وهذا ميرلون هذا كريفات وهذا سبادون وهذا كذا هما انتم اللي تعرفوا احنا ما نعرفوش احنا نعرفوا البقري والغنمي خويا نذبحوهم ونديروا نديروا وليمه شابه ان شاء الله في خاطر خوتنا الصحراء وان شاء الله. لا 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 انتم تعرفوا السيصان ياك خرج قال لك غادي تاكلوا السيصان. ناكلوا السيصان ما عليه خويا رضوان احنا ناكلوا السيصان ناكلوا كل بصحه والله. لا شوف والله غير خبر بمليون خبر بمليون الله يبارك قسما بالله خبر بمليون اليوم والله ما انا راقدين غير اليوم نعيط. تحياتي السي فيصل تحياتي تحياتي يا خويا تحياتي الله يرحم خويا رضوان الله يحفظك خويا فيصل الله يحفظك خويا فيصل بزدز مرحبا مرحبا خير موجود في الجزائر بغيتو البقري الغنمي الصيصان الحمري كل شيء موجود كل شيء موجود اللحم موجود عندهم ما يديروا بالحوت حنا كان عندنا داك الحوت غيبقى شايط نديرو خليع نديرو خليع اخوتي نديرو خليع غالب الله غالب الله ما عندنا ما نديرو غالب الله غالب الله. دابا كي غنديرو مع هاد الحوت اللي غيشيط عندنا الخوت حوتنا ما بغى حد تا اوروبا ما بقاتش باغا الحوت ديالنا اوروبا. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم خويا زغلول الله يحفظك الله يحفظك. السلام عليكم. مشكلة اخو مشكلة 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 هادشي سي ما حاسينش بلون بلور ديال هادشي اللي واقع راه الحوت الخوت غيدود. زغلول الله يحفظك. السلام عليكم شكرا اخويا على الدعم ديالك. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا رضوان تحياتي تحياتي اخويا تحياتي حبيبي تحياتي الله يحفظك خويا رضوان تحياتي من الشرق. صراحه خويا انا بغيت نسولك راه حنا ديما كنشوف الضو راه مره كيتقطع الضو واش هادشي بالصعب اللي الجزائر تقطع علينا الضو قريب قريب اخويا قريب راه من الحكم حنا متواجدين في الشرق صراحه قال يعني ولا خايفين هادشي واش يعني غيتقطع علينا الضو راه مشكل بزاف راه مشكله خطيره هذه قريب ان شاء الله قريب ان شاء الله قريب وتحيه مايكا مايكا شيكور تحياتي للشيكور مايكا تحياتي خويا رضوان تحياتي ليك وتحيه جميع المتابعين ديالك حفظك الله الله الوطن الملك الله الوطن الملك حبيبي تحياتي تحياتي خويا تحياتي
استغفر الله العظيم. تيتي مختي امس الخير رضوان منين اختي اخويا اش هاد الخبار راني راه ما فاهمه فيه والو العشيه كامله قلت غنمشي عند خويا رضوان هو بعدا كيبسط لي الامور شويه نقدر نفهمها تديني على قد عقلي وعلى قد فهمتي يا خويا اش هاد الخبار هذا واش بصح هادشي رضوان صافي مشات مشات الله يا ربي ولكن قول لي لونغوست خبق باقي في بلاصتو باقي عندنا ما مشاش غيولي رتيلة لونغوست غيولي رتيلة سان بير مازال غيولي سان بيرنار البول بول ميرلا والكالامار والكروفيت باقيين في بلاصتهم ما خويا ياك ما مشاوش هما رضوان ما تخلعنيش رضوان الكالامار غيولي اومار معليش معليش اخويا معليش ماشي مشكل سال الشمس كاينه الشمس كاينه موجوده الحمد لله في الداخله اللي يتكل يتكلم يتكل يتجدد ماشي مشكل اخويا غير ملي ما مشاوش هادو ياك ياك الماء باقي البحر باقي المحيط باقي الرمله باقي ما داوهاش هي غيخرجوا في داك الكروفيت غتولي ديناصور حيت ما غتبقاش اللي غياكلها غتسمان نولي وندبحوها في العيد الكبير مع الحوالي ماشي مشكل من الخير الحواله غلا ودابا نوليو ندبحوهم في العيد الكبير اخويا نعيدوا بالحوت نوليو نعيدوا بالحوت اختي الحوت نعيدوا بالحوت اخويا الله يبشرك بالخير انا راه خلعتيني حساب لي واش ما بقاوش هادو واش مشاو واش حتى المحيط ما بقاش وصافي من بقى الحوت في الراس معليش معليش ماشي مشكل ماش غنديروا نصبروا اخويا نصبروا هذا ما كتب علينا الله اللي عنده جوج بحوره هذا هو حاله غنوليو نخضروا بالحوت نخضروا بالحوت اختي نخضروا بالحوت معليش بداو نعمروا الحوت بالحوت حوت بالحوت عصير الحوت واش غادي الحريره بالحوت كلشي تعجنوا بالحوت ما عندنا ما ندير ما شوف هذا الشيء قسموا علينا الله ما طلبناهش ربي عطاه لنا هذا حال اللي عنده جوج بحور رضوان ما عندنا ما نديروا اخويا العزيز هذا الشيء اللي كتب علينا الله سبحانه وتعالى حمدناه وشكرناه الحمد لله يا رب الحمد لله كاين اللي ما لقاش الخبز كاين اللي ما لقاش الخبز اخويا راه الحوت نعمه زغلول نعمه اخويا الحمد لله ونشكروا عليها الحمد لله ونشكروا عليها غنوليو نشريو بواطات عرفت كانوا البواطات ديال السردين شحال هادي دابا وليو الخوت في الجزائر غنوليو نشريو بواطات ديال الكروفيت ب4 دراهم 3 دراهم من سعد المشاش نسعد المشاش والكلاب بغا سيدي ربي يعيشوا حتى هما شويه وياكلوا حتى هما اما الخضره تيتي من الخضره لعلك ترضى ما لقاوش اللي غيشريها غتولي باطل معليش ماشي مشكل ما علاش ناكلوا يلا نسمانو نشبعوا خضاري ونشبعوا الحوت ونشبعوا ماشك ما اخويا هادشي اللي قسم علينا الله شوف ما عندنا ما نديرو في الوقت اللي الناس راها دايره الريجيم وتنعس خفيف الناس راها خفيفه انا لا شلحه امازيغيه اطلسيه حيت هاد مكش ما كنسمعها غير في مكناس فازرو حيت قريبا مكناس شميت شي حاجه تما شميت شي عينه تما عادي راه تسكنت فازرو عاد وليت نقولها ماشكمانا كاين ولا ما كاين ولا ما كاينش هي الناس مكناس وازرو هي ازرو خنيفران خميسات مكناس ديك المناطق كلها بوفكران افران تحياتي لهم كاملين اختي تحياتي شكرا اختي تيم الله يكبر بك سعداتك اختي سعداتك عايشه في ازرو سعداتك اختي الله يسهل عليك الله يسهل عليك اش يا خويا مرحبا جي خويا ندير لخويا الذبيحه الكبيره ديال رضوان الله يحفظك شكرا بزاف اختي انت القروده راه كتشوفيهم انا القروده راه كندوي معاهم تحياتي تحياتي ازرو الخوت في الجزائر عندهم القروده ماشي ازرو في الطريق كامله فهمتي كاين القروده موجودين في الارض كيكلوا البنان تخيل نتوما الخوت القرد عندنا في المغرب كيكل بنان كتجيب تسيدي كيلو ديال البنان وتعطيه كاين اللي كيعطيه الفريز كاين اللي كيعطيه كاوكاو كاين اللي كيسميه قوقاو كاين اللي كيسميه البيان في المغرب الا كنعطيو البنان للقروده ها هو ما عليناش المهم دابا غنوليو نعطيوهم
الحوت اولي دابا اللي باغي يمشي لازرو يمشي للجبال يدي معاه كيلو ديال الكروفيت كيلو ديال الميرلان كيلو ديال السول كيلو ديال البوجو اعطيوه اعطيوه طون نديو معكم طون طون فرقوا طون خير موجود الحمد لله مشات الصحراء وليدي مشات غالب الله بقاو حاضرين الناس الصحراء 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 وما داوها اوروبا السلام عليكم بردوا على قلبكم يا المغاربه برشلونه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحياتي صوت صوت برشلونه صوت حبيبي صوت صوت وقال لك عندهم عادي هما قال لك عادي صوت صوت برشلونه تسمعني شي برشلونه تسمعني شي مره ضعيف اخويا ضعيف 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 وانا بيدي ضعيف هاد الساعه ودابا عملوا لهم فين يتلها وقال لك المحكمه الدوليه اين المحكمه الدوليه هادي قول لهم يتلهاو مع المرت ديالهم بعديك يهضروا على المرت ديالهم وعلى الكوليرا اللي جعل الله فيهم وداخلين هما المحكمه الدوليه والسردين تيبقى لينا ورا كاينه الصين وكاينه امريكا وكاينه روسيا وكاينه امريكا الشماليه ام الصبغير نصدروا هاد الناس راه حومق وكاين الاتحاد الاوروبي انت راك ساني كونطرا مع الاتحاد الاوروبي ماشي مع المحكمه وهما ما تيعرفوش هادشي راه تيقراو التلاوه بالمقلوب انت ظهرتي لهم مونادا لاسيغول فكرتيني بلاسيغول مي ظهرتي لهم اللقلق المهم اخي رضوان انا عيتها الله لي فراسك وديك الكلاب اللي تيطلعوا يقولوا لك انت وجدتي لهم مالي بغرت عينهم الله يجعل البركه هذيك كافيه عليهم يلا خلي الاخوان عاود سلام تحياتي برشلونه عفاك بزاف حبيبي الله يجيب الشفاء الله يجيب الشفاء ويطول لك في العمر ان شاء الله واللي عيان الله يشافيه اه يا خاوتي يا خاوتي اش غندير لكم عندي ما ندير صدمونا صدمونا هذه المحكمه الاوروبيه محكمه العدل الاوروبيه انا تصدمت المحكمه ديال هذه اللي كيقول لهم الحوت والفلاحه في الجزائر كيسحبوا مع الحوت اتفاقيه ديال الصيد البحري والاتفاقيه ديال الفلاحه بجوج خضرتنا ما بغاها حد اوروبا قالت لنا ما ناخذهاش قالت لنا كاع اللي جايه من العيون ومن الداخله وداكشي لا 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 فيها ريحه الرمله ما بغاوش داكشي اللي فيه ريحه الرمله لا واش الرمل خضره الحوت كله فيه ريحه الرمله زيدو شويه ولا بارك ايمن خويا رضوان هاني كلشي مزيان تحياتي حبيبي تحياتي خويا رضوان هاني كلشي مزيان وا خويا تعرفي شحال وانا كنتسنى باش نطلع معاك اخويا رضوان غير نقول اي شي كلمه خويا مرحبا بك اخي مرحبا بك خويا انت جبتيها مع الحوت مع الخضره والفواكه ويا اخويا تعرفي الحوت اليوم غير مزلع عندنا في الاسواق تعرفي ما بغاش حتى واحد ويلي اخويا وشوف تعرفي الفريكوات ديال الخضره الفريكوات ديال الحوت كلشي اخويا جالس في المغرب حتى واحد ما خرج اليوم الخضره غيسدوا غتولي تعطى الخضره فابور غتولي اخويا تفرق في المغرب فابور الحوت اخويا غيولي غيخنز عندنا هنايا في المغرب ما غنلقاو ليدي اخويا غيدود الله يحفظك اخويا رضوان باش ما نعطلش عليك تحياتي اخويا على الكلمه الله يحفظك الله يحفظك خويا ايمن الله يحفظك الله يحفظك تحياتي اخويا تحياتي راه بصح خوت في الجزائر راه الاتفاقيه صافي يعطى الله واده معني ما ندير لكم اوروبا قالت لنا الصحراء ماشي ديالكم صافي الدواء غالب الله غالب الله غالب الله رضوان مرحبا اخويا السلام عليكم مرحبا بك خويا مرحبا بك هذا كدير فتنه رضوان ادير فتنه كدير فيها واش انا الصحراء مشات ليا وانا ندير الفتنه الصحراء ماشي القانوني رضوان المحكمه اللي قالت له هو هي باينه باللي من بكري المشكل القانوني عندكم في الصحراء
كيعجب الفتنه. انا كنقول لك الصحراء مشات ليا وقال لي تدي الفتنه. شنو الفتنه اخويا؟ لا طاع معك واحد قال لك الفتنه تكلمت القنوات الجزائريه. انا كنهضر دابا على بلادي اخويا، كنهضر على بلادي دابا. انا الصحراء مشات ليا. لا بلادك صعب، بلادك السياسه الخارجيه مش باختصاص تاعك، تا اختصاص الملك. يا وانا كنناقش هي اختصاص الملك ولكن دابا باغي نناقش معك بلادي. لا مش مش مناقشه، هذا دخول في 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 امور في السياسه الخارجيه اللي مش من اختصاص تاعك انت كمواطن. انا ما كنهضرش على السياسه الخارجيه، كنهضر على اريتي ديال انا ديال سميتو ديال المحكمه. اغي ماشي اريتي، اغي ايه المشكله؟ مشكله الصحراء. سي ان اغي سوني با اون ديسيزيون، سي ان اغي. تفضل اخي، شكون اللي كتب ديسيزيون؟ يا خويا بان اكور، سي ان اغي ديال المحكمه. يا خويا السياسه الخارجيه ماشي تقولوا نتوما الملك، الملك هو الاختصاص تاعو السياسه الخارجيه، وانت كنت جيت ما تتعدى تتعدى الخطوط، تتعدى الحدود. راحت عليك راك تعدى الحدود. واش دابا كنناقش معاك تنقول لك الصحراء مشات ليا وانت تقول لي تناقش مع العود؟ دابا اش بغيتي نناقش معاك الجزائر؟ لا ناقش امور تاع الفقر والامور. شحال الكروفات، شحال الكروفات يا ودي؟ حنا الحوت مشات، الصحراء مشات اصاحبي. اش بغيتي نناقش معاك حاجه اخرى؟ واش شحال شحال الكروفات الثمن تاعها كيلو؟ شحال يدير؟ مشات دابا ما بقى باغيها حتى واحد، بغاها حتى واحد. صافي اوروبا قالت لنا خذوا تاكلوا الحوت. رضوان تكذبوا شروحكم انتم مغاربه تاكلوا الحوت؟ مين تاكل وين تاكلوا الحوت يا رضوان؟ تاكلوش الحوت رضوان الحوت باين مواليه ياكلوا الطبقه البرتوازيه عندكم باينه، هما اللي ياكلوا الحوت. شي داخل الله غالب عليهم رضوان. تقدر تجاوز المواضيع هذه، تناقش مواضيع بلادك عادي، الامور الفقر البطاله الافات اللي كاينه تما، تقدر دير حاجه مليحه بلادك تنفع بها بلادك. مع هذا الشيء الحوت لا كيخلع. لا الحوت ما مغاربك ما ياكلوش الحوت، هما مازالوا في مطيشه ومازلتوا مطيشه. انا نشوف القنوات تبارك الله الاتفاقيه فيها الحوت الحوت ومطيشه بجوج، ما بغى احد، غتولي مطيشه فابور. ايه معليش هذه حاجه مليحه، بالك حاجه قال لك عسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ايوا دابا كي غنديروا حنايا هاد المطيشه اللي غنطلع عندنا؟ ماذا بينا حنا خاوتنا المغاربه ياكلوا مليح، وداك الحوت اللي يستغله غيرهم يستغلوه هما، والخضرات يستغلوه هما. معليش حنا ماناش مربين، حنا الشعب ماناش مربين كيما نتوما. ودابا اش جاب التربيه دابا؟ تنقول لكم دابا انا تنهضر معاك على الحوت والمطيشه والخضره والديسير. تربيه العقده، تربيت عقده من جهه الجزائر، انا ما عندناش ديك العقده من جهه المغاربه عادي. اوكي حبيبي، تحياتي اخي محمد، تحياتي. دخلوهم للمواره كانوا كيساينوني، راه قلت لكم على الواقع، عرفتي راه ما فهمت حتى حاجه. كيفاش هذا تيقول الصحراء مشات ليا؟ راه كنناقش معكم الواقع صاحبي، راه الحقيقه. المواره تخربقوا لهم، جاتهم في شكل مغربي يقول مشات اخويا الصحراء مشات، داتها اوروبا داتها، والاتفاقية فيها سيدي الخضرة والفاكهة والحوت. ولكن هذا الحوت انا ما عرفتش هذا اللي سمى السمك النهار الاول علاش سمى السمك؟ هذه ما بغاتش تفهم ليا. هاد القران مذكور فيه الحوت ماشي السمك، متفقين. لو بواسون بحال لو براسون، لكن اللي سمى السمك انا ما عمر بغات تفهم ليا علاش سمى السمك، عمر تفهم ليا. المهم عرفت شكون اللي سمى السمك النهار الاول، شغلو هذاك خرج علينا وصافي. غرب الله اخوتي، غرب الله، غرب الله. مشات الاتفاقية ومشات الصحراء اخوتي، مشات الاتفاقية ومشات الصحراء. سمير سلام سمير، تحياتي اخويا سمير. الله يحفظك. واش دابا باش نفهم، واش ما تيفرقوش بين محكمة الله هاي والمحكمة الأوروبية؟ نشوف.
أنت أستاذ؟ مش لا تلميذ. وخلينا خلينا خويا في المحكمة الدولية أحسن لينا. أيه شكرا كمال شكرا. خلينا خويا الله يرحم باك قال لك هما المحكمة العدل الدولية نقولوا لهم محكمة العدل الدولية الثانية. صاف صاف ياك هما اللي يداو الصحراء؟ هما اللي يداو الصحراء. عرفي خويا محكمة العدل الدولية سالينا مالنا حنا. صاف وداك الحوت خير دوان نديرو كونجيلاتور تار كأس العالم ونفرقوه طواجن وداك شي وشوايات حدا الملاعب. فابور فابور اللعابة قبل ما يدخلوا للتيران نعطيهم شواية وحوت كواري عاد يدخلوا يلعبوا. أيه فرقوا وفرقوا فابور أوميغا تروا الزنك 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 انكتروا الزنك والزنك الزنك الخلق الله أخويا الغالب الله الله يكون معه الله يكون معه الله حبك أخي داتنا المحكمة تحياتي باردون خي سمير داتنا المحكمة الدولية الخوت دات لنا الصحراء. استغفر الله هذه ما غير منتظرة غير منتظرة. السلام عليكم. بشات السلام السلام عليكم. فرحانين الخوت في الجزائر فرحانين. المغاربه مشات لهم البلاد المغاربه مشات لهم البلاد. طلعتي للسطح بابا نزل خويا بابا ماشي مشكل ماشي مشكل ديالك. الله حالة يا بوغارو ستيري كنا وريا ميكا باسم كر جالس كي تذكر مع شي واحد الله يكون معنا الله يكون معنا اخوت الله يكون معنا الله يكون معنا الله يكون معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اخويا رضوان لاباس عليك. مرحبا بك اختي هاني امورك مزيان؟ كلشي مزيان اختي الله يحفظك اختي. واخويا هذا الخبر هذا والله الا صدمتيني به. عندي غير واحد استفسار الا كان على خاطرك دابا دوك الناس ديال الصحراء واش غادي يوليو عندهم جنسيه اوروبيه ولا غيتحسبوا علينا حنا مغاربه؟ مازال عاد كنفكر اختي ما عرفتش الجزائر اش قررت. فين هو عايش فين؟ مشاكل هادو والله الا واش غنقول لك كيما قلت عايش في العيون اخويا عايش في العيون. لا مسكين مشى دابا غادي نحسبوه مهاجر هاجر لباب الغربه. كمال الله يحفظك حبيبي الله يحفظك. واش غنقول لك اخويا ودابا هاد الحوت هذا كي غنديروا ليها عباد الله وما عندناش سطح كبير بزاف باش غنسيبو فين نقددو. غالب الله اختي غالب الله والحوت غيبقى غمدفق ما بغى حد. ايوا لينا الله لينا الله نصبروا حتى نديروا لينا الله الله يديرنا شي تساوي على الخير. امين اختي امين اختي امين. تحياتي اختي صفاء تحياتي. خويا انا راه باغي ناكل غير السيصان ها انت تم البروفيل ديالي دايره فيها خويا انا السيصان. ديك اختي غتمشي للجزائر الا بغيتي السيصان. واش غادي نديرو دابا راه خاصني ندبر على كونطرا باش نمشي انا نعيش تما مادام انا غادي تولي عندنا العيشة هنايا مستحيله ودخل عندنا البراني خويا اوروبا راه غادي نمشي انا نهاجر. حرقي عندك الحل هو الحريق اختي ما عندكش حل. واي واي دير الله الله خير هذا الشيء ما كان. امين خويا امسيه سعيده وكلمه اخيره فيف مايغا. تحياتي مايغا تحياتي تحياتي مايغا تحياتي اختي زهراء خويا رضوان صباح على خير اختي تحياتي اختي تحياتي 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 اختي. الحوت فابور شكون بغاه الخضره فابور. صدمه المغاربه تصدمنا اليوم صدمنا
تضمن السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك خويا، مرحبا بك خويا لوتشي. مرحبا بك الجنة خويا. مرحبا بك خويا. انا ودي واش انا مشات لي الصحراء وانت باغي تسقسيني؟ انا مشات لي الصحراء خويا الله يرضى عليك. ما تقلقش دابا كان ما ديرش تشريوش من هنا داك الحوت اللي غيبقى شايط. يديوه يديوه عليك دوك نشوفوا لك تاع الماضي ولا تاع النيجر ولا شي. لا نتوما ما تاكلوش ما تاكلوش نتوما. لا لا احنا حبسناه خلاص كي ولا عندكم نتوما. كي غديروا في الاوميغا 3 منين غتجيبوها؟ ندبروها من حاجه واحده اخرى ماشي مشكل. فين كاينه الاوميغا 3؟ فين مثلا؟ كاين كسرش راسك. الله يكون معنا اخويا، الله يكون معنا، الله يكون معنا. ربي معاكم. ما بالك شغل بدا تولي شغل بلا تاع حوت. الله يبارك عليكم، الله يبارك، ربي يقوي الخير عليكم. امين حبيبي، تحياتي اخويا ان شاء الله حبيبي. دابا الجزائر عندها المرجان وحنا غنديروا لي بات ديال الحوت، غنديروا اون بات خاصه بالحوت، غنوليو نديروا به كلشي. غنوليو حنا نديروا الكوتي بالكومبوط. نعم سيدي، كل واحد هز حدا غتجلس في القهوه غيجيب لك كومبوط وغيجيب لك كاس ديال القهوه وكاس ديال الحوت عصير. حوت غيشيط غيشيط غيشيط، ما بغاه حتى واحد. نريحو في القهوة يجيب لك عصير. نعم سيدي، عصير ديال الحوت وفابور غيولي رخيص. فابور. صدمة. الله يكون معنا، الله يكون معنا، الله يكون معنا. فرحة في الجزائر، فرحة مشات الصحراء مشات. السلام عليكم تحياتي. أنا وعزك واحد. أنا وعزك واحد. شتي الازهر اخويا؟ شتي الازهر؟ ها الازهر اخويا. نتوما مكناس غادي تبداو تزرعوه، غتزرعوه الحوت نتوما تزرعوه. هذاك اللي بان لي في ساري السواني. بقاو نحطوه في ساري السواني حتى حنايا في ساري السواني ونحطوه. بغيت صاحبنا اللي قال لك ذاك الجزائري اللي قال لك ما شابعينش حوت، نقول له غير سول الجزائريين اللي عايشين في المغرب، يسولهم ضروري ما يكون عنده شي واحد معرفه في المغرب، شي ماشي جزائري عايش هنايا. شبعانين شحوت اخويا، حنا فين شبعانين شحوت؟ انا عمرك كليت حوت؟ لا والو الفوق. واكلينش اخويا، حنا ما واكلينش، ما شبعانينش. شبعانين شحوت حنا اخويا؟ انت كتعرف الحوت انت بعد عمرك شتي الحوت؟ والو وتقول ها هو غيولي فابور. دابا غيولي فابور دابا طايح في الارض. هو والخضره خلاص. مطيشه بطاطا ما نطلبوش الجزائر زعما يشريو من عندنا شويه ديال الفلوس، ندخلوا شويه ديال الفلوس ما نطلبوهمش زعما يشريو من عندنا شويه. اوكي استرزقوا الله شويه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله حبيبي، لا اله الا الله. والله لي فراسك وليت سعيد العزيز، ربي معاك بحبيبي. تحياتي خويا، تحياتي مشينا كفته. حبيب دز. دابا الخوت كنفكر انا هاد الحوت واش ميمكنش الجزائر زعما تشري من عندنا غير شي شويه. الحبيب مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا سيدي. مرحبا خويا، مرحبا بك خويا. واش راكم لاباس؟ الحمد لله حبيبي، الحمد لله. مرحبا بك. نتحوس منين نجيبوا الاوميغا 3؟ لا ما كنبغيش، انا كنفكر غير رايك في هذه المساله ديال الصحراء اللي داوها لينا اوروبا. شوفوا مع اوروبا واش دخل الجزائر في الوسط؟ ايوا نتوما فرحانين اليوم داو لنا اوروبا الصحراء، ما داو لنا اوروبا. ماشي فرحانين حنا، انا نشوفوا برك بعينينا ونسمعوا بودنينا. ما عجبكش الحال انت؟ لا ما عجبكش الحال. انا علاش يعجبني الحال؟ ما يعجبنيش الحال. ايوا داو لينا الصحراء صاحبي. الله يسهل عليكم. شوفوا مع اوروبا، انتم اوروبا هي تحكم فيكم. ما توقفوش معنا. انا وقفوا معكم بوك، جيتوا رجال. وحنا رجال عليكم بالمناسبه. غنقول لك علاش. راهي حيت حنا كون قال علينا ماي قاد لهاد الحاله كون دخلنا عليه. ولكن انتم قال عليكم
قال عليكم هذه الهضره جاوبوا عطاف قال له انا امد يدي اخي ديالي. تحياتي سي الحبيب، تحياتي. سير هضر مع مايكا، سير هضر مع مايكا. انا راه قش جدي ما كاينش في فرنسا، جدي رحمه الله عليه دفنتو قشو معاه، ما دفنتش جدي وسروالو في قنتو وعمامتو في قنتو وسيفو في قنت. ها هو الغرب الله، خلينا في الحوت حبيبي، خلينا في الحوت، خلينا في الحوت، خلينا. ياسير خويا مرحبا، مشات الصحراء، مشات الصحراء، مشات الصحراء، مشات الصحراء، مشات الصحراء، مشات الصحراء. ليلى يا الله الخوت، غنمشي نمشي 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 ندبر عليها، غنبدا نبيع. وما ربانا نبقاو نصدروا الحوت، نديروها في داكشي ديال الدروب شيبين واللعيبات، الخوت اللي كيديروا الدروب شيبين. الحوت حاولوا تبيعوه في اوروبا، فماشي اوروبا، في ميريكان، بيعوه كواري شوايات، غيتمشى لكم هاد لافير هادي. مشات مشات الصحراء خاوتي، مشات مشات الصحراء. صحاب الدروب شيبين خدموا خدموا ليفريزون، شي ليفري المايكا، شي ليفري لهنا. غلب الله غلب الله. تحياتي الخوت، باي باي، ادوما ان شاء الله. خويا زغلول تبارك الله عليك، غدا غدا باذن الله ان شاء الله. والخوت شكرا اللي دعم، اللي كباس، اللي بارطاجا، اللي ما طلعش يسمح لي بزاف. غدا ان شاء الله نتلاقاو من جديد، الله يرحم لكم الوالدين، غدا غيسمحوا لي بزاف. غدا ما تقلقوش، 11:30 هادي، ما تقلقوش، نمشي نمشي صافي. قولوا لي سير، قولوا لي سير. لا يا ودي راه قولوا لي سير، انا غندير واحد خليني نمشي، خليني نمشي، باقي باقي تابعني شي حوايج اخرى. تبارك الله عليكم، تحياتي.